أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى ساعة إخبارية شاملة على شاشة النيل الأخبار، ونستهلها بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية في مختلف الأسواق. الدفاع الروسي تعلن سيطرة الجيش السوري الكاملة على مدينة منبج بشمال البلاد. محمد بن زايد وبوتين يؤكدان من أبو ظبي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا. تفاصيل الأنباء. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة العلاقات المصرية اليابانية وتميزها، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز وتطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات. وأكد الرئيس السيسي خلال لقائه رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية إيشيرو كاشيتاني أن مصر مؤهلة لأن تصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية بمختلف الأسواق، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط. من جانبه استعرض رئيس شركة تويوتا المشروعات التي ستنفذها الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة في مجالات النقل العام وتوليد الطاقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحتاج إلى سواعد أبنائها في الخارج والداخل للمساهمة في تنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع التي ستعقد خلال أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل لدى رئاسة الوزراء لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان. علاء، كيف تابعت لقاءات الرئيس اليوم وأهم ما جاء فيها؟ نعم، ربما اللقاء الأبرز الذي عقده السيد الرئيس اليوم واستقبال سيادته لوفد من المستثمرين المصريين بالخارج الذين يشاركون في فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر مصر تستطيع. في هذا اللقاء الموسع أجرى السيد الرئيس استعراضا لخطط التنمية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والنجاحات التي تحققت على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة التي توفر فرص واعدة أمام المستثمرين المصريين بالخارج وأيضا المستثمرين الأجانب، لا سيما في صعيد هذه المشروعات في مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى عدد آخر من المشروعات التي أحرزت فيها الدولة تقدما ملحوظا في مجالات الطاقة، في النقل والمواصلات، في البنية التحتية. في هذا الصدد أكد السيد الرئيس على أن مصر تمد يد التعاون والتواصل المباشر مع أبنائها في الخارج الذين يمثلون خير السفراء للدولة المصرية في هذه الأونة. واستعرض السيد الرئيس عدد آخر من القضايا، قضايا العمل الوطني والتنموي في المرحلة الأخيرة، وقال إن هناك فرص متزايدة أمام كافة المستثمرين، خاصة المستثمرين المصريين في الخارج. أيضا عقد السيد الرئيس لقاء هام جمعه ورئيس مجلس إدارة شركة تويوتا اليابانية. هذه الشركة التي يوجد بها تعاون منذ عقود مع الدولة المصرية باستثمارات قد بلغت نحو المليار دولار في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل الجماعي. في هذا اللقاء أيضا قدم السيد الرئيس استعراضا للطفرات التي شهدتها مصر في مجالات الطاقة والكهرباء والفرص المتزايدة أمام الشركة اليابانية خاصة في المرحلة المقبلة. وفي هذا الصدد أكد السيد الرئيس أن مصر تسعى لأن تكون يعني نقطة انطلاق إقليمية للمنتجات اليابانية بشكل عام، وأيضا الاستثمارات اليابانية لشركة تويوتا في مصر، وانطلاقا لقارة أفريقيا ودول الشرق الأوسط، مما يجمع مصر مع هذه الدول من اتفاقيات للتجارة الحرة وغيرها من المزايا التنافسية التي تمنحها مصر للمستثمرين اليابانيين والمستثمرين بشكل عام. مجمل اللقاءات كانت لقاءات اقتصادية في المقام الأول، استعرض خلالها السيد الرئيس كما أشرنا عدد كبير من المشروعات التنموية التي تحمل
فرص متزايدة أمام المستثمرين. وأيضا أكد سيادة الرئيس على أن الدولة المصرية تمضي قدما في إتمام عملية الإصلاح الاقتصادي بما يحمله من إصلاحات هيكلية وتشريعية في كافة المجالات، لا سيما المجالات التنموية مثل الطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات والبنية التحتية. نعم، شكرا جزيلا مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان. عقد وزير الخارجية سامح شكري بالعاصمة الكرواتية زغرب جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الكرواتي جوردون غريتش رادمان. تناول اللقاء الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها شكري لكرواتيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، كذلك يلتقي رئيس الوزراء أندري بلنكوفيتش. أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى عدم تطبيق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أهمية تعزيز وتفعيل دور القانون الدولي في منع النزاعات والصراعات وتحقيق السلام والتنمية. وأشار عبد العال إلى أن القضية الفلسطينية تضرب أكبر المثل على ذلك، وتبقى دوما جرحا غائرا ودليلا دامغا على ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أكد رئيس مجلس النواب أن مصر نادت وتنادي دوما بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وجاء ذلك في كلمة ألقاها عبد العال في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في صربيا. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم. تحت عنوان الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء والذي تعقده الأمانة العامة لهيئات الإفتاء في العالم، وتستمر أعماله على مدار يومين برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور كبار العلماء والمفتيين على مستوى العالم. هي قضية الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، هذه القضية التي تشتد حاجة الأمة إلى بحثها في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة التي يعلمها الجميع، وذلك للتأكيد على أن العلماء المسلمين المعتمدين قد اعتبروه ظاهرة صحية تعكس مدى مرونة وحيوية الفقه الإسلامي الوسيع. يشهد المؤتمر عدة جلسات يشارك فيها كبار العلماء ويناقش أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي. أقر صلى الله عليه وسلم الذين اختلف بالصلاة في الطريق إلى بني قريظة فلم يعنفهم أو يبين خطأهم، فدل على خلاف وإدارة حضارية لخلاف فقهي رسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحاول استنقاذ هؤلاء الشباب وهذه الأجيال وهذه الإمكانات العقلية والبشرية للأمة من براثن هؤلاء الجهال الذين كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤوساً جهالاً يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. تشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل تشمل الفتوى وتكنولوجيا المعلومات وأخرى بشأن آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، وثالثة تختص بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى. تطرف الجماعات الإرهابية المتشددة وفوضى في الفتوى جميعها أثرت على صورة الإسلام السامحة، ليبعث المؤتمر برسالة تؤكد على سماحة الإسلام في التواصل بين المجتمعات وأهمية التواصل مع أهل العلم للفتوى لدعم التماسك الاجتماعي. مندر أبو دوح، النيل. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب السياسية الصالون السياسي الثاني بمشاركة عدد كبير من رؤساء الأحزاب وشباب الأحزاب. وناقش الصالون على مدار جلستين منفصلتين الديمقراطية وثقافة الحوار وتمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا. تحت عنوان الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الثاني
بمقر حزب التجمع بحضور عدد كبير من شباب ورجال الأحزاب والسياسة. الصالون السياسي هو يمنح مساحة لكل الطوائف والفئات المهتمة بالعمل السياسي في مصر أنها تشارك معنا، ليس فقط الشباب التنسيقية، وهي فرصة علشان نعرض آراء شباب التنسيقية في القضايا المختلفة. بلا شك احنا دلوقتي الدولة المصرية بتاخد خطوات جادة نحو تأسيس وطني في جميع المجالات، أظن من أهمها المجال السياسي، وتنسيق شباب الأحزاب السياسية هي في الأصل أصلا كانت حالة أو تدشين لحالة من الحوار. احنا النهاردة أظن فكرة الصالون قائمة على نشر هذه الثقافة في جميع الأوصيات، بنستثمر المساحات المشتركة اللي موجودة ما بين الأحزاب السياسية كلها في مختلف المجالات من أجل صياغة وإعداد رؤى مشتركة يتم العمل عليها خلال الفترة القادمة. تضمن اللقاء جلستين، ناقشت الأولى الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار، وجاءت الجلسة الثانية حول دور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي ودورها في رفع الوعي السياسي. الصالون السياسي الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كان عندنا النسخة الأولى للصالون السياسي في على هامش الملتقى العربي الأفريقي بأسوان، وبالنسبة لنا الصالون السياسي منصة حوارية بتناقش أهم القضايا المطروحة. النهاردة عندنا جلستين، أنا مشاركة في الجلسة الثانية اللي هي بتتكلم عن تعزيز دور المرأة المصرية، بتتكلم عن التأهيل والتمكين والدمج للمرأة عموما. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما هي إلا منصة حوار تمثل نفس ما يحدث في المجتمع المصري، فيها المؤيد وفيها المعارض. كل اللي بيميز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن المؤيد والمعارض، المؤيد بيؤيد بدون مزايدة والمعارض يعارض برقي، وده لأول مرة بيجتمعوا على منضدة حوار واحدة وينخرج برأي توافقي أو رأي شفاف. تقوم الأحزاب على دعم شبابها وتمكينهم من المشاركات السياسية والانخراط بالعمل السياسي من أجل تأهيلهم ليكونوا قادة للمستقبل في كافة المجالات لحمل راية الوطن إلى بر الأمان. تقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدور مهم كحلقة وصل بين الشارع السياسي والمجتمع، وإعلاء ثقافة الحوار، وإعلان الحقائق لمواجهة التحديات والأكاذيب والشائعات، والعمل على الاصطفاف الوطني لمواجهة تلك التحديات. من داخل الصالون الثاني لتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، عبد الحميد صقر، النيل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش السوري سيطر بالكامل على مدينة منبج والبلدات المحيطة بها. وفي الوقت نفسه أكد المبعوث الروسي لسوريا أن بلاده لن تسمح بأي اشتباك يقع بين القوات السورية والقوات التركية بشمال سوريا. وأشار معارضون سوريون إلى أن غالبية القوات التي دخلت المدينة من المقاتلين الأكراد، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي اليوم جراء قصف مدفعي للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية. على جانب آخر، أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن قواتها أصبحت حاليا خارج مدينة منبج بشمال سوريا. استعادت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة بالكامل على مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية. ويأتي هذا فيما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء بهدف إرغام أنقرة على أن تنهي فورا هجومها العسكري على الفصائل الكردية بشمال شرق سوريا. بعد نحو أسبوع من العدوان التركي على شمال شرق سوريا، شنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما مضادا ضد القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في منطقة رأس العين. وتواصلت الاشتباكات عند أطراف بلدة رأس العين دون أن تتمكن الفصائل الموالية لأنقرة من تحقيق أي تقدم، في حين نجحت قوات سوريا الديمقراطية في استعادة قرية تل حلف القريبة. يأتي هذا بينما أفادت مصادر سورية عن مقتل أكثر من 130 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية وأكثر من 120 آخرين من القوات الموالية لتركيا منذ بدء العملية التركية. قوات الجيش السوري انتشرت بدورها في عين عيسى بريف الرقة، كما دخلت مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب وبلدة تل تمر بريف الحسكة. ويرى المحللون أن ثمة تغييرات محتملة في تغير نمط تحالفات القوى في الأزمة السورية، وذلك بعدما ظهر تنافسا بين أنقرة ودمشق لملء الفراغ شمال شرقي سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية. هذه المنطقة فيها الثروة المائية، فيها الثروة الزراعية، فيها النفط، فيها الغاز، وبالتالي استعادة هذه المنطقة يعيد لسوريا ثرواتها الرئيسية. ويبدو أن الولايات المتحدة ورغم إعلان انسحابها من شمال شرق سوريا
إلا أنها لا زالت طرفا في المعادلة، حيث طلب الرئيس دونالد ترامب من القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا أن تبقى في المنطقة لضمان عدم عودة تنظيم داعش. في الوقت نفسه طلب ترامب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية وضع حد لغزو سوريا وإعلان وقف فوري لإطلاق النار. ترامب قرر أيضا زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الصلب التركية ووقف المفاوضات التجارية مع أنقرة، كما فرض عقوبات على تركيا شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدا اجتماعا جديدا مغلقا حول الهجوم العسكري التركي في سوريا. وفي غضون ذلك حذر رئيس الوزراء الفرنسي أدوارد فيليب من التداعيات الخطيرة للقرارات الأمريكية والتركية في سوريا، مؤكدا أنها ستؤدي حتما إلى عودة تنظيم داعش في سوريا والعراق. في الوقت نفسه علقت بريطانيا تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا، كما أعلنت إيطاليا أنها ستتخذ قرارا مماثلا لينضم بذلك إلى كل من ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا التي منعت تصدير أسلحتها لأنقرة على خلفية العدوان على شمال سوريا. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث في الشأن الدولي. أستاذ جمال، بعد التحية، كيف ترى التطورات الأخيرة على الساحة السورية وما أهمية انتشار وحدات من الجيش السوري في مدينة منبج شمالي البلاد؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. يمكن ما يلفت للنظر هو التصدع في العلاقات الأمريكية التركية وازدياد هذا الصدع بأمر يعني قد يكلف تركيا كثيرا، وسواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد حتى التعاون العسكري. فالآن في أمريكا حتى أصوات يعني بتتحدث عن سحب أسلحة أمريكية متعلقة بأسلحة نووية من تركيا، وبالتالي هذا ربما يمهد لي أيضا النظر في فكرة وجود تركيا في حلف الناتو، خصوصا أن كل الدول الأوروبية الآن قد يعني أظهرت موقف مضاد لما تقوم به تركيا من احتلال سافر للأراضي السورية. وبالتالي المواقف الدولية الآن تدفع بعضها البعض تجاه مواقف جادة وواضحة تجاه العدوان التركي في سوريا، وبالتالي سوف نجد المزيد من العقوبات الأمريكية. بنتحدث الآن نحن في انتظار عقوبات أيضا تخرج من الكونجرس، ربما هي تحتاج إلى بعض الوقت، ولكن على سبيل السرعة هناك عقوبات أيضا رادعة من ترامب خاصة بالعقوبات على الصلب، وأنا أعتقد أن ده ممكن يؤدي إلى وقف خطوط إنتاج للصلب بالفعل في تركيا. وهناك الآن تدهور في العملة ملحوظ وهروب للمستثمرين مع هذه الأنباء، وأيضا بخلاف طبعا العقوبات الأخرى المتعلقة بوزراء الطاقة والمالية والدفاع والداخلية وإلى ذلك. أيضا على صعيد الأكراد والجيش السوري أعتقد أن هذا التحالف العسكري وهذا الاتفاق العسكري إذا جاز التعبير أتمنى أيضا أن يرتقي إلى اتفاق وتوافق سياسي، لأن الوضع والأزمة السورية تحتاج إلى توافق سياسي بجانب التوافق العسكري. يمكن الأكراد اليوم يتحدثون أن هذا التوافق بين القوات الكردية في الحكم الذاتي وبين الجيش السوري أنه فقط توافق عسكري، ولكن أيضا الأزمة السورية تحتاج إلى توافق سياسي يرسخ للسلم والأمن في الأراضي السورية، وأيضا يصد أي عدوان مماثل لما تقوم به القوات التركية المحتلة للأراضي السورية الآن. وبالتالي يعني وقف السوريين كلهم جنبا إلى جنب، عودة فكرة الروح الوطنية، التمسك ب يعني الأرض وسلامة الأرض بعيدا عن أي نزاعات وخلافات سياسية، أنا أعتقد أن هذه هي الأولوية التي يجب أن يتعلق بها كافة المفردات السورية للحفاظ على حدود وطنهم، للحفاظ على ما تبقى من سوريا. تمام، شكرا لك أستاذ جمال رائف الكاتب والباحث في الشأن الدولي، كنت معنا عبر الهاتف. أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا، كما ثمن بن زايد خلال لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور دولة الإمارات العربية، ثمن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. من جانبها أكد بوتين وجود حوار سياسي غني ومنتظم بين البلدين، وأن بلاده مستمرة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن التطورات في المنطقة.
رفيع المستوى لفخامتكم، وأتمنى أن تكون زيارتكم هذه والتي سيكون لها أثر عميق وتشكل نقلة نوعية في شراكتنا الاستراتيجية، وأتطلع إلى لقاءات مستقبلية قريبا بيننا. Господин президент, дорогой друг и брат, еще раз хочу приветствовать вас и высокую делегацию, которая вас сопровождает. Надеюсь, что этот визит оставит глубокий след и станет качественным. وللمزيد من الرأي والتحليل ينضم إلينا من دبي السيد أحمد هاشم الكاتب الصحفي بجريدة الإمارات اليوم. السيد أحمد، بعد التحية، في أي سياق يمكن قراءة زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات في هذا التوقيت تحديدا بعد زيارته للمملكة السعودية بالطبع؟ يعني هي زيارة بتأتي ضمن جولة الرئيس الروسي للمنطقة الخليج لبحث آخر المستجدات في المنطقة والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. هي زيارة تكتسب أهمية كبيرة خاصة لأهمية الضيف الذي يحل على دولة الإمارات، إضافة إلى أن الإمارات وقعت في شهر يونيو الماضي مع روسيا، وهذه الزيارة تأدي تأكيدا لهذه الاتفاقيات، اتفاقيات اقتصادية وسياسية وتعاون ثنائي بين البلدين. شكرا جزيلا السيد أحمد هاشم الكاتب الصحفي بجريدة الإمارات اليوم. أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرية على أن مستقبل البلاد أصبح على الطريق الصحيح والمأمون في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش. وأشار صالح إلى أن مجلس الوزراء صادق في جلسته الأخيرة على تعديلات للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حيث تم سن أحكام تقيد حق العسكريين المتقاعدين والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات. أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي. واتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بأنهم وراء عرقلة دخول السفن إلى الميناء بهدف إفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم. تأتي تلك المبادرة انطلاقا من حرص الحكومة اليمنية على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة، وكذلك محاولة التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني بمناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية. أكد الرئيس الإكوادوري لينيل مورنو في خطاب للأمة أن الهدوء قد عاد إلى العاصمة كيتو بعد نحو 2 أسبوع من الاحتجاجات العنيفة. وكان مورينو قد أعلن أمس التوصل إلى اتفاق مع قادة حركة السكان الأصليين، يتراجع مورينو بمقتضى عن حزمة من الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا. وقد فرض مورينو الإجراءات التقشفية بناء على طلب صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على إقراض الإكوادور مبلغ 4 مليارات دولار، والتي تضمنت زيادة حادة في أسعار الوقود. نشرتنا متواصلة معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. زعيمة هونغ كونغ تلوح باتخاذ المزيد من التدابير لإخماد المظاهرات. الآن مشاهدينا وصلنا إلى أولى وقفاتنا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد، أخبار الاقتصاد تقدمها لنا هبة النحاس. أهلا بك هبة. أهلا بك نرمين وشهاب، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، هذه هي الوقفة الاقتصادية في هذه البانوراما، وفيها مدبولي يبدأ لقاءاته في واشنطن بلقاء المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي لدعم أوجه التعاون بين مصر والصندوق. ما
مرحبا بكم من جديد. استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الثلاثاء بلقاء مع المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي كريستيان جوريجيفا، والتي توصف بأنها أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد الناشئ. ويأتي اللقاء في إطار الاتفاق على الصيغة الجديدة للتعاون بين مصر والصندوق فيما يتعلق بالاتفاق غير المالي، وذلك بعد أن انتهت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي وتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة لاقت إشادة المؤسسات المالية الدولية رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، والتي انعكست على الأداء الاقتصادي المتنامي وتشجيع بيئة الاستثمارات الداخلية والخارجية. يأتي هذا فيما توقع صندوق النقد الدولي اليوم أن ينمو اقتصاد مصر 5.9% في العام المالي الجاري دون تغيير عن توقعاته الصادرة في إبريل. ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9% في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3% قبل 6 أشهر. ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. ولمزيد من التفاصيل عن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لواشنطن، معنا مباشرة عبر الهاتف إيمان التوني مراسلة قناة النيل للأخبار من واشنطن. إيمان، بعد التحية، كيف هي الاتفاقات الجارية الآن بين رئيس الوزراء في الولايات المتحدة؟ نعم، بعد التحية لكم مشاهدي قناة النيل للأخبار، بالفعل أحييكم من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، والتي وصلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فجر اليوم بتوقيت واشنطن. وعقب وصوله بدأ نشاطه واجتماعاته التي كان أولها اجتماع سيادته بالمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي والتي يضم عدد من الوزراء. أيضا تلا ذلك اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الطاقة الأمريكي، وأيضا كانت مباحثات بينهما. وهنا جدير بالذكر أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية دولتان مؤثرتان إقليميا وعالميا، ودائما ما يتم التنسيق بين البلدين والتعاون الدائم والمستمر في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. أيضا تأتي زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تزامنا مع بدء اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تلك الاجتماعات السنوية والتي تركز هذا العام على أساق الاقتصاد العالمي وأيضا الأسواق الناشئة والدول الناشئة ودور القطاع الخاص فيها في توفير وخلق فرص عمل في هذه الدول للنهوض باقتصادها. زيارة رئيس الوزراء بدأت اليوم للولايات المتحدة الأمريكية ونشاطه مستمر، وسنكون معكم أولا بأول لنبلغكم على كل جديد في هذه الزيارة. إيمان التوني مراسلة قناة النيل الأخبار في واشنطن، شكرا جزيلا لك. وصلت البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية في ظل عمليات إعادة الهيكلة والترقب للأوضاع الإقليمية وإعلان أي أنباء جوهرية جديدة متعلقة بالشركات على رأسها نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 7.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 707.4 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 908.9 مليون جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 85%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.8%.
شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا ملحوظا خلال التعاملات اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين ليسجل 16 جنيها و19 قرشا للشراء و16 جنيها و29 قرشا للبيع. كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 16 جنيها و18 قرشا للشراء و16 جنيها و28 قرشا للبيع. شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم تدشين القاطرة علي شلبي بترسانة بورسعيد البحرية، وتعد القاطرة الجديدة واحدة من ضمن مجموعة من القاطرات التي تعتزم ترسانة بورسعيد البحرية بناءها من طراز مصاحب بقوة شد 70 طن. وللمزيد من التفاصيل معنا على الهواء مباشرة عبر الهاتف مراسلة النيل للأخبار أمل صبري من موقع الحدث. أمل، بعد التحية أطلعينا على أحدث ما لديك من تطورات في هذا الحدث. انتهت منذ قليل مراسم تدشين القاطرة علي شلبي بحضور سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. تم تدشين القاطرة علي شلبي بترسانة بورسعيد البحرية، وحدث ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قيادات الترسانة والعاملين بها. القاطرة الجديدة تعد واحدة ضمن مجموعة من القاطرات التي تعتزم ترسانة بورسعيد البحرية بناءها من طراز مصاحب بقوة شد 70 طن. يبلغ طول القاطرة 35.87 متر وعرضها 12.5 متر وغطسها 3.35 متر وسرعتها 13 عقدة. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكد في كلمته على أن استراتيجية تطوير وتحديث ترسانات وشركات هيئة قناة السويس تتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة القليلة المقبلة، وده بالطبع تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأيضا تبني رؤية شاملة متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها البشرية والمالية، وأكد أن تعزيز قدرات أصول الوحدات البحرية بالهيئة يمضي بخطى ثابته وفق نهج علمي وجدول زمني محدد يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البحريه المقدمه للسفن العابره وتلبيه احتياجات العملاء ومتطلبات النمو المتوقع في حركه التجاره العالميه المره بالقناه. يعني جدير بالذكر هنا ان اسم علي شلبي هو بيرجع نسبه للمرحوم المهندس علي شلبي مدير اداره الترسانات الاسبق بالهيئه، وهو احد رموز الهيئه وقامتها، بدا العمل في الهيئه عام 1963. نعم. الزميله امل صبري مفادت قناه النيل الاخبار الى بورسعيد، شكرا جزيلا لك. قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم إنه سيوقع 10 اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار مع شركاء من الإمارات. وذكر صندوق الثروة السيادية الروسي أن الاتفاقات التي ستوقع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستشمل التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية واستخراج الموارد المعدنية والأنشطة اللوجستية والإنتاج الصناعي. هوت الليرة التركية في أعقاب عدوان تركيا على شمال سوريا لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم في أكتوبر، حيث فقدت 5% مقابل الدولار. وصنف بنك جي بي مورغان الليرة كأكثر العملات انكشافا على التقلبات السياسية، وحذر جولدمان ساكس بشأن المخاطر الجيوسياسية والسياسية الاقتصادية المحلية، في حين خفض دويتش بانك نظرة الإيجابية لأدوات الدخل الثابت التركية، وخفضت مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس مستوى رؤيتها لتركيا. قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوباك محمد باركيندو إن المنظمة وحلفائها ملتزمون بتحقيق استقرار مستدام لأسواق النفط لما بعد 2020
2020، وذلك في ظل نقص نسبي في الإمدادات العالمية الحاضرة في الوقت الحالي. وأضاف أن معدل امتثال أوبيك وحلفائها لحصص الإنتاج بلغ 136%، مما يكبح الإمدادات العالمية، بينما يتباطأ نمو الإنتاج في أمريكا الشمالية بما في ذلك أحواض النفط الصخري. وفي أحدث تقاريرها الشهرية لأكتوبر، خفضت أوبيك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي في 2020 إلى 3% من 3.1%. انخفضت أسعار النفط اليوم بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام. وتراجع خام القياسي العالمي مزيج برنت 79% إلى $58.88 للبرميل، كما هبط الخام الأمريكي 75% إلى $53.19 للبرميل. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية في هذه البانوراما. المتابعات الاقتصادية مستمرة معكم في السابعة، انتظرونا. والآن نعود مرة أخرى إلى زميلي نرمين وشهاب في الاستوديو. شكرا لك هبة. استبعدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام تقديم أي تنازلات للمحتجين في مواجهة العنف المتصاعد الذي قالت الشرطة أنه صار يهدد الأرواح الآن، مشيرة إلى تفجير قنبلة صغيرة. وألمحت لام إلى إمكانية تبني المزيد من التدابير لقمع المظاهرات المندلعة منذ أسابيع في البلاد. كما شددت زعيمة هونغ كونغ على أن أعمال العنف التي تتخلل التظاهرات أعطت الحكومة دفعة قوية للعمل على التعامل معها وإنهائها، وإلا ستتحول الأوضاع في هونغ كونغ إلى ما هو أسوأ. بهدف مواجهة البطالة في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، أقام برنامج الغذاء العالمي مطابخ لتقديم وجبات صحية لأطفال المدارس. ويقوم حوالي 400 لاجئ بالعمل في تلك المطابخ في محاولة لتوفير نفقات الحياة لهم ولأسرهم. صباح كل يوم دراسي في مخيم الزعتري بالأردن يحصل الأطفال على صندوق غداء. هذه الوجبات من إعداد لاجئين يعيشون في المخيم. هناك 4 مطابخ صحية يديرها برنامج الأغذية العالمي، يعمل بها نحو 400 شخص يعملون في المطابخ الأربعة، ومعظم العاملين من النساء. هنا نساء وقعن تحت ضغوط الحياة اليومية، عليهن مواجهة الحياة والحل هو العمل. برنامج الأغذية العالمي يقدر أن 90,000 شخص يعيشون في مخيم الزعتري، وأكثر من نصفهم عمره أقل من 18 عاماً، كلهم مدعومون من المساعدة الغذائية التي يقدمها البرنامج. وهذا يعني أن عليهم القدوم إلى منافذ كهذه وإنفاق مصروف شهري يمنحه البرنامج لهم. وعلى الرغم من فتح الحدود السورية قبل عام، لم تعد إلى سوريا سوى قلة من الأسر. وتعد ألمانيا أكبر مانحي برنامج الأغذية العالمي في الأردن، ومؤخراً قدمت مساهمة ب$60 مليون للمنظمة التابعة للأمم المتحدة. هذا ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة غذائية إلى 480,000 لاجئ سوري يعيشون في الأردن كل شهر. فازت مارغريت أتود عن روايتها الوصايا وبرناردين إيفاريستو عن رواية فتاة وامرأة وأخرى بجائزة بوكر الأدبية مناصفة. وأعلنت لجنة التحكيم أن الكاتبتين ستتقاسمان الجائزة السنوية التي تبلغ قيمتها 50,000 جنيه استرليني، أي $62,800. وتمنح الجائزة لأفضل رواية في السنة مكتوبة بالإنجليزية ومنشورة في المملكة المتحدة وإيرلندا. وسبق أن فازت الكندية أتود البالغة من العمر 79 عاما بالجائزة في عام 2000 عن روايتها السفاح الأعمى. وإيفاريستو هي أول كاتبة سوداء تفوز بالجائزة عن روايتها التي تسرد فيها قصص 12 شخصية معظمها نساء زنجيات يعيشن في بريطانيا. Thank you.
Neither of us expected to win this. بانوراما نيل لا زالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الرياضة. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة جامعة للآثار والفنون الإسلامية عبر الجغرافيا والتاريخ. يسخر متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بآلاف القطع الأثرية التي تعود إلى عصور إسلامية مختلفة، حيث يضم أكثر من 100,000 تحفة أثرية مختلفة من جميع البلدان التي ازدهرت فيها الحضارة العربية والإسلامية. بدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي إسماعيل، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق، عندما قام فرانتيس باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله. عصور إسلامية مختلفة جمعها متحف الفن الإسلامي كأكبر متحف متخصص في العالم، فمقتنياته تنوعت بين قسم الخزف والفخار والأخشاب والمعادن والزجاج والأسلحة. متحف الفن الإسلامي اسم أشمل وأعم، لأن المتحف كان بيحتوي على أثار من بلاد إسلامية غير عربية. المتحف مكون من 25 قاعة بالإضافة لقاعة العملة والسلاح، مرتب ترتيب حسب العصور، أم وعباس وفاطمي وأيوب ومملوكي وعثماني وعصر أسرة محمد علي، بالإضافة إلى الدول اللي حكمت العصر الإسلامي. مقتنيات نادرة ميزت المتحف، من بينها أدوات الفلك والهندسة والكيمياء التي كانت تستخدم في العصور الإسلامية المزدهرة، بالإضافة إلى أساليب قياس المسافات كالذراع وأدوات قياس الزمن مثل الساعة الرملية. عندنا مجموعة من الأسترلابات الفلكية، ودي يعتبر قصة تانية لوحدها، لأن الأسترلابات دي أداة فلكية اخترعها المسلمين واخترعها اليونانيين، وبعد كده طورها المسلمين وأضافت امرأة مسلمة هي مريم الأسترلابية شريحة 5 لهذا الأسترلاب، جعلت الأسترلاب أكثر دقة وأكثر تعقيدا، ويمكن ده النواة الأولى لفكرة الجي بي اس. ومن أندر ما يضمه المتحف ما يعرف بإبريق مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين، وهو مصنوع من البرونز ويبلغ ارتفاعه 41 سنتيمترا. ومن أحدث مقتنيات المتحف كنوز لسيدات حملت بعض البيوت الأثرية بالقاهرة أسماءهن، مثل السيدة زينب خاتون. ومن هذا المنزل تم اقتناء العملات الذهبية والفضية. 1000 قطعة أثرية تأخذك بين مختلف العصور والبلدان الإسلامية، وبذلك يؤرخ متحف الفن الإسلامي لحقب هامة غيرت في كثير من النواحي في العالم على مستوى الفنون والعلوم. رمضان المطعاني، النيل. وختام بانوراما النيل تذكير بأبرز عناوينها. السيسي يؤكد أن مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية في مختلف الأسواق. الدفاع الروسي تعلن سيطرة الجيش السوري الكاملة على مدينة مانبيج بشمال البلاد. محمد بن زايد وبوتين يؤكدان من أبوظبي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من النيل للأخبار. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.